وسلال من الورد، وسلال من الورد ألمحها بين إغفاءة وإفاقة، وعلى كل باقة اسم حاملها في بطاقة. تتحدث لي الزهرات الجميلة أن أعينها اتسعت دهشة لحظة القطف، لحظة القصف، لحظة إعدامها في الخميلة. تتحدث لي أنها سقطت من على عرشها في البساتين، ثم أفاقت على عرضها في زجاج الدكاكين أو بين أيدي المنادين، حتى اشترتها اليد المتفضلة العابرة. تتحدث لي كيف جاءت إلي وأحزانها الملكية ترفع أعناقها الخضرة كي تتمنى لي العمر، وهي تجود بأنفاسها الآخرة. كل باقة بين إغفاءة وإفاقة، تتنفس مثلي بالكاد ثانية ثانية، وعلى صدرها حملت راضية اسم قاتلها في بطاقة، اسم قاتلها في بطاقة.